الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نستكمل بحول الله وفضله وكرمه وجوده ومنته الدروس بعد هذه الفترة الخاصة ببداية شهر ذي الحجة والعيد ونحو ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وليغفر للجميع كل الزلات وكل الذنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم نستكمل بعض الأمثلة في القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإحنا عايزين نبقى من العالمين ليعقلوا كل مثال يسمعوه. وسورة البقرة وحدها فيها 12 مثالا، قطعنا منها 3 واليوم موعدنا مع الرابع. أما 3 الذين قطعوا، الأول هو قول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الآية. والذي يليها أو المثال الذي يلي هذا قول الله عز وجل: يجعلون أصابع، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. والثالث: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، الآية. والرابع اليوم هو: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ومناسبة هذا المثال يضربه الله سبحانه وتعالى للمسلمين وللكافرين ولأهل الكتاب في القرآن العظيم لعدة أسباب. أما سبب هذه الآية فهو أنه كان طائفتان من بني إسرائيل قتل شاب عمه رغبة في أن يتعجل الميراث، ثم حمل جثمانه وطرحه أمام طائفة أخرى من بني إسرائيل، وكان بينهما عهد، لأن بني إسرائيل 12 طائفة لا يتبع أحد منهم أحدا غير إمامه، لا يمكن. لذلك لما ضرب نبي الله موسى الحجر فانبجست منه 12 عينة، 12. وفي الطريق لما انفلق لهم البحر، لما ضرب موسى البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوط العظيم، كان السبيل 12 سبيلا، لأنهم يقبلون الموت ولا يقبل أحد من هذه الطائفة أن يمشي وراء أحد من هذه الطائفة، لا نموت أحسن. فهكذا، والمسلمون على خلاف ذلك،
المسلمون من أي مكان جاءه الخير أخذ منه، من هذا الإمام أو من هذا الإمام أو من هذا الإمام أو من هذا، يأخذ الخير ويترك الضعيف، يترك الغث، يأخذ السمين دائما إن شاء الله. فهؤلاء كان بينهما ميثاق أو عهد، فلما أصبحوا وجدوا الجثمان أمامهم، وجاء وجاء الولد القاتل يصيح، مع أنه الذي قتل، جاء يصيح قتلتم عمي، وبدأ يصيح على الطائفة الأخرى، وكانت أن تسيل الدماء، فقالوا نذهب إلى نبي الله، فذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم فاجأهم برد غريب، وكلكم تقرؤونه في سورة البقرة، والتي بسببه سميت السورة بهذه السورة، مع أن هناك آيات أعظم من آيات البقرة، ولكن هذه حكمة الله الملك، لا يسأل عما يفعل. طيب ما كان عندنا مثلا الطير الأربع لإبراهيم، وكان عندنا العزير وقصة العزير أن يحيي هذه الله بعد موتها، وهناك آيات عظام، ولكن لما اختار الله سورة البقرة؟ هذه حكمة لا يعلمها إلا الله، ونحن على الدرب سائرون. فسورة البقرة أصلها أنه فاجأهم نبي الله موسى، قال له اطلب من الله أن يبين لك من الذي قتل هذا الرجل، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فما قالوا سمعا وطاعا، بل قالوا أتتخذنا هزوا، أنت بتهرج. تخيل لما يقال هذا لنبي الله كليم الله، أنت بتهرج، أنت بتستهتر بينا، أنت بتسخر منا. فما قال لهم يا عصاه يا فسقا، يا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أدب نبوة، أدب النبوة. ما قال لهم بل أنتم الجهل، بل أنتم الذين كذا وكذا، ولكن قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فكرروا عليه المسألة، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا دلنا على البقرة، فلو أخذوا أي بقرة كانت لأجزأتهم فذبحوها، فلعجلوا بالخبر، ولكن لأنهم قوم بهت، قوم يحبون الجدال ولا يحبون الحق أبدا. حتى انتهت القصة بأنه شدد الله، تشددوا فشدد الله عليه. لذلك لا بد للمسلم أن ينتهي عن التشدد، لأن كلما يتشدد كلما شدد الله عليه. بالأمس القريب جاءني شاب طيب أحسبه يحب الله ورسوله، قال يا شيخ أرجو أن تخبر الناس أن تسموها ايدي الكاب اللي بتلبسوها اللي هي لها ايش بتسموها؟ الكاب. ارجوك ان تخبر الناس بحرمه الكاب. قلت له نعم، حرمه الكاب. طبعا هو عنده وجهه نظر ساسوق. قال نعم، اليست بتشبه بالكافرين؟ قلت اجلس يا ابني اجلس. قلت له كم عمرك؟ قال عمري 45 أو 43. قلت له لما كنت في عمرك كنت أقول كلام أشد من الذي تقوله، كنت فرح بما عندي من قشور العلم، وكنت أتعجل بقول أي مقول. يا بني هذا ليس الذي تقوله أنه تشبه بالكافرين، ألست تلبس سروالا؟ اخلعوا إذن، ألست تركب سيارة؟
لا تركبها إذن، اخترع أنت دابة أو ائتي بحصان أو حمار واركبه، لأن ركوبنا هذه السيارات من الذي اخترعها؟ هل اخترعتها اليمن؟ هل التويوتا كورولا ولا المرسيدس اخترعتها اليمن ولا اخترعتها مصر؟ لا. هل اخترعتها السعودية؟ لا. طيب من الذي اخترعها يا بني؟ اخترعها أهل الكفر. هل يحرم علينا أن نستمتع بها؟ تقرؤون سورة ياسين، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. إذا هذا من خلق الله، تستطيع أن تستمتع به ولكن بضوابطه، لا تستعمله في المعصية، لا تكون كمثل هؤلاء السفهاء. وبعض المسلمين يفعلون هذه السفهاء، يمر من أمام المسجد والشيخ علي يؤذن للأذان وهو يسمع الغناء عاليا في سيارته ويمر إلى من جوار المسجد، نسأل الله أن يهديه. هذا استعماله بالباطل. ولكن هل يحرم استعمال السيارة أصلا؟ لا. قلت له يا بني، لو قلت أن عليها كلمات يعني تجعل الولاء والحب لغير الله، قد أقول لك نعم يكره ذلك، ولكن إذا ارتدى الرجل هذه تقي عينه من الشمس أو رأسه من الحر، أو ما الذي يمنع يا بني أن يستمتع بنا؟ كما أراد الذي أراد أن يحرم الكوكاكولا، وتكلمت في المحاضرة الماضية أنه لأنه بعد أن كتب كلمة كوكاكولا بالعربي قلبها، يعني نظر إليها من الجانب الآخر، فوجدها تشبه إنكار الله، فحرم الكوكاكولا بسببها. يا بني لا تتشدد، فيشدد عليك الله. هذه إن كان يكتب عليها مثلا I love مثلا نيويورك، خلاص يا سيدي هات انت واحدة اكتب عليها I love مك، دام انت بتحب مك، هات واحدة بغير كتاب، لكن لا تحرم النعمة يا ابني. فأرجوك يعني خلي الأمور أكثر هدوءا، لا نتشدد فيشدد الله علينا، وتجد أنك قد حرمت النعمة، لأن ما في نعمة للأسف الشديد، ما في نعمة يستمتع بها أهل المشرق والمغرب من إنتاج المسلمين. أيتوني بشيء؟ ما فيش، اللهم إلا الخبز. يعني إحنا بنستورد القمح ونعمل الخبز في البيوت، إنتاج محلي. 99%، لكن ما هوش، ليس هذا هو الإنتاج الذي هو مطلوب منا. ولعله رحمة من الله بنا نحن المسلمون، نحن المسلمين رحمنا، فقال تفرغوا لقراءة القرآن وفهمه والحديث وفهمه والفقه وفهمه والسيرة وفهمها، وانشروها في البقاع، واستعملوا النعم التي سينتجها هؤلاء الكافرين. استعمل انت، تديهم دين، تديهم اخلاق، تديهم سلوك، تديهم ضرب للامثال بعظم المسلم العابد، وخذ منهم سياره تعينك على العباده، وتنقلك من مسجد الى مسجد، وتلبس كاب من الذين انتجوه يقيك، يقي عينيك من الشمس او من المطر أو نحو ذلك. خذ كل ما أخرج الله من النعم واستعملها أنت بالصورة التي ترضي الله. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم كل ثياب عصره، كانت تأتي الثياب من بلاد الرومية، وكانت تأتي الثياب من بلاد فارس، وكانت تأتي من هنا ومن اليمن ومن مصر ومن هنا ومن الحبشة ومن كل مكان ومن البحرين، وكان يلبس كل شيء صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يقول أحب اللباس إلي القميص، هو الثوب اللي احنا نلبسه طويل، هو يحبه فأحببناه لحبه له صلى الله عليه وسلم. ولكن إن اضطررت إلى لباس آخر جاز بضوابطه،
فلا تلبس الضيق مثل أهل الكفر، فتظهر عورتك وأنت راكع وأنت ساجد، فتكره الصلاة لا تحرم، تكره. انظر إلى الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، كانوا يتحفظون من كلمة تحريم، لا يحرم إلا ما عنده من الله به بينة. أما المتشابهات أو الأمور المستجدة لا يحرمها، كان يقول أكرهها، يخاف، يخاف أن يتأول على الله ما لم يقله الله، لأن حرام وحلال هذه كلمة صعبة جدا. قل أكرهه، لا أحبه. كان الإمام أحمد يكثر من قول لا أحبه، أكرهه، يعني لا، يعني هذا غير مندوب إلي، أو هذا بخلاف الأولى. يخرجون من الحرج ونحن لا نتردد في تحريم الكاب، لا، ما تحرم شيء بغير بينة. هناك أمور محرمة لذاتها وهناك أمور محرمة لغيرها، يعني مثلا الخمر حرام ولا حلال؟ حرام. الخمر مصنوعة من إيه؟ ممكن تكون من الشعير، ممكن تكون من التمر، ممكن تكون من الزبيب، ممكن، هل يحرم الزبيب؟ ممكن يكون من العنب، من العنب، هل يحرم العنب؟ لا. طيب، أنا رجل عندي أرض شاسعة زرعتها عنبا، فسئلت لما زرعت العنب؟ قلت لأطرحه في الأسواق يأكله الناس، هذا حلال وبيعه حلال. تشتري زجاجة خمرة، هذا محرم لذاته لأن الخمر محرم، لكن تشتري العنب لتعصره وتخمره وتبيعه، إذا بيع العنب من صاحب الأرض يبيع العنب لصاحب مصنع خمر، هذا محرم لغيره لأنه سينتج به الخمر، هذا محرم لغيره. الحاج هنا بيبيع كروت تليفون، بيبيعها بره المسجد، طيب ممكن اخذ منك، اديني كارت. لا، يحرم لغيره. ايه الحرام؟ البيع داخل المسجد اصلا يحرم، فلما اخذ منه كارت هو قاعد هنا، لان انا مزنوق، انا عايز كارت بسرعه، اديني كارت. فالرجل يعني عشان يساعدني اخرج الكروت واعطاني كارت، خد يا ابني. هذا بدايه البيع، هو لم يبع ولكن هو اضطر الى ان يسلمه له داخل المسجد، هذا يحرم لغيره لانه سبب في احداث شيء من البيع ومقدماته في المسجد. طب يعمل ايه؟ يقف بره يقول له انا عايز اديها واحده بره، ياخده بره، اديني كارت، وبعدين هو يرجع يبقى بره المسجد، بخرج من الحرج. لا تتشدد يا بني فيشدد الله علينا، كل كبيره وصغيره تنظر اليها هذا اذا يحرم، هذا يحرم، حرام هذا، لا استعمله، لانه اصلا استعمال اهل الكفر، لكن انا استعمله فيما يرضي الله، فما الذي يمنع؟ تليفونات، كل هذا حتى لا اطيل. نرجع الى الامر، اراد الله سبحانه وتعالى بتشددهم ان يرزق يتيما، تشددوا في شأن البقره، اي بقره كانت تكفي، لا فارض ولا بكر، يعني هي لم تنجب على الإطلاق، لا أنجبت ولكن لم تنجب كثير، ممكن تكون جابت بطن أو اثنين، وهي الفارض، يعني أنجبت ولكنها ليست بكر، لا فارض ولا بكر، ما تكونش جابت أربع، ما تكونش ولدت أربع خمس ست مرات، يعني لا زالت شابة خمس سنين. طيب، لا ذلول ولا تسقي الحرص، لم تعتد أن يركبها الناس أو تعتد أن تذهب إلى الحرث، يعني تجر الساقية أو تجر المحاصيل أو تدرس القمح أو نحو ذلك.
إنما هي مكرمة. طب أين هي هذه البقرة؟ صفراء فاقع لونها، لونها جميل جدا تسر الناظرين. أين هي؟ هي في ملك يتيم، تركها له أبوه، وكان أبوه رجل صالح، وقال لأمه لا تبيعها، لا تبيعينها إلا بملء جلدها ذهبا. ومن الذي سيشتري بقرة بملء جلدها ذهب؟ أنت بتروح عشان يذبحوا لك بقرة في العيد، وبتقعد تفاصل في السعر، وبعد ما تستقر على السعر والبقرة تنذبح وانت جالك اللحم ووزعته وأكلته لسه ما دفعتش ثمنه. حد وكان برمان بيشتكي بيقول لها بقى لهم سنين ما دفعوش، فربنا يوسع على الجميع. المهم قال لي في بعض الروايات في بعض كتب التفسير انه قال لأمي لا تبيعينها الا بملء جلدها ذهبا. فالرجل كان بيموت ما اطالت عليه، سكتت، ولكن حفظت وتركتها تاكل من خشاش الارض في واد حتى سقطوا عليها. هي كل المواصفات هذه. فقالوا تبيعينها لنا؟ قالت لا ابيعها. فساوموها، فاستقر الامر على بعد ان تذبح يملا جلدها ذهبا، فكانها قامت حيه مره اخرى. هذا هو ثمنها، مش انتوا عايزينها؟ ادفع. من هنا سعر وطلب، عرض وطلب. اذا لا يحرم التسعير، لا يحرم اي سعر انت عايز تبيع بيه. الكارت هنا مع الحاج ب2 دولار. ما فيش كارت خالص لا في بافلو ولا في نيويورك كلها الا معاه هو. فقال لك الكارت ب2 دولار ب20 دولار. وحر الا ان يكون محتكر، يعني يكون هو اللي لم الكروت من السوق. في هذه الحاله يحرم التعامل معاه، عشان خاطر هو هيحتكر سلعه يحتاجها الناس. يبقى برضه هذا الاحتكار محرم لغيره، لانه سيؤثر على الناس ويضيع حقوق الناس ويضرب الاسواق. فاللي عايز يبيع يبيع باي سعر، انت حر، اجي اخذ منك او اتركك حتى يتركك الناس فتموت، او تضطر مضطر الى ان ترجع الى السعر الثابت. في هذه الحاله تكون السوق هو الحكم، ولكن الامير لا يساعد. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين ارتفعت الاسعار في زمانه صلى الله عليه وسلم: سعر لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: انما الله هو المسعر، اي هو المتحكم في العرض والطلب. فيصبر الناس على هذا. فلما ذبحوها كما يقول الله، فذبحوها وما كادوا يفعلون. لما كانوا يفعلون؟ ده ذبحوا وقطعوها وسلخوها وأتوا لنبي الله قال: ائتوني بقطعة لحم منها. إذن في سلخ وفي تقطيع، ولكن ما كانوا يفعلون أي من سرعة ومفاجأة الرد. فقال: اضربوه ببعضها. فأخذوا قطعة لحم، قطعة لحم، وضربوا بها الميت. فقال بقدرة الله عز وجل، قال له موسى: من قتلك؟ قال: ابن أخي فلان. ثم سقط ميتا. إيه رأيك في هذه المعجزة؟ معجزة تشيب لها الولدان. يعني من كان قلبه مخلف ينفتح للإيمان، ولكن قال عنه الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يعني رأوا الآيات البينات البائرات ومع ذلك قست قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لما قال الله أو؟ أنا ممكن أقول اللي داخل ده الحج علي أو الحج حسين، مش متبين.
هل الله لا يتبين الأمور؟ لا، سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. أو هنا بمعنى بل، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة بل أشد قسوة. إذن هناك بعض من قلوبهم قاسية كالحجارة، وهناك طائف منهم من هؤلاء الذين رأوا الآية منهم من قلبه أشد قسوة، فلذلك جمع الله بين الأمرين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. يعني هو مش عارف العدد بالضبط سبحانه وتعالى، يعني مو كل شيء، ولكن وأرسلناه يونس صلى الله عليه وسلم وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، لأن كل لحظة في امرأة تلد ورجل يموت، امرأة تموت، آخر يولد، ولكن حسمها الله أن العدد أكثر من 100,000، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا جميعا. شوف الفرق بين قوم يونس وقوم موسى، آمنوا جميعا لكن قوم موسى قست قلوبهم، ثم ضرب الله معيارا لقسوة القلوب ثلاث: حجارة تتشقق فيخرج منها الأنهار، فيخرج، وإن من الحجارة لما يتشقق فيخرج منه الماء. كيف؟ أنت ممكن تكون مشكلة في جبل فتجد عين ماء تخرج، الجبل عالي والماء لا تعرف له مصدرا، ولكن مشى الماء بأمر ربه وجاء إلى مكان معين كما أمره الله، فشق مجرى وبدأ يخرج للناس. تعرف أنك لو أمسكت إزميلا، الإزميل اللي هو المسمار الكبير الضخم مدبب، وشاكوشا أو مطرقة، وأتيت بصخرة صماء وضعت الإزميل وطرقت فوقه طرقا بعد طرق، قد تعجز على أن تكسر هذا الصخر، ولكن ائتي بهذه الصخرة وفوقها ماء يسقط نقطة نقطة وارقبها، هتاخد وقت لكن ارقبها، تأتي نقطة الماء خلاص ما عملتش حاجة. الثانية والألف تجد الصخر تشقق. كيف؟ الله أعلم ما يصنع الماء في الصخر. والماء، إن الماء مخلوق، كل شيء حي مخلوق من إيه؟ من الماء. فنزول الماء وهو رحمة من الله وسبب كل حياة يتشقق معه القلب القاسي ويلين. والماء هنا يضرب به مثال للذكر الطيب والكلم الطيب، تجد ان القلب المغلق يتفتح، ممكن يكون مغلق جدا ويتفتح فجأة، سبحان الملك. لكن هؤلاء كالحجارة التي يخرج منها يشقق فتخرج منها، فهي كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة ما يشقق، لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يتفجر منه الأنهار. مجموعة صخور تجد انفجر النهر، منبع النهر عدة صخور، والماء يأتي من حيث يعلم الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الجيولوجيين يعني يعوزون سقوط الصخور العليا من الجبال لأنها يعني تفككت بفعل الرياح والأمطار ونحو ذلك فسقطت، لا يرون أنها تسقط من خشية الله، ولكن المؤمن يؤمن بذلك، المؤمن يؤمن بذلك، ومعياره هذه الآية، والمعيار الآخر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الصخر يحدث أمور يفهمها الصخر بالكيفية التي يريدها الله فيهبط يترك
مكانه خوفا، ينخلع من مكانه خوفا وفرقا من الله عز وجل. يا موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما طلب سيدنا موسى أن يرى الله جاره كما يسمع صوته مباشرة، فقال يا موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أشار له على جبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني دك يعني دك يعني كم تراب مستوي مع الأرض، مش مثلا صخيرات، لا تراب. ما تحمل الجبل أن يرى وجه الله، ما تحمل، مع أنه يعرف الله ويسبح له ويصلي له بالكيفية التي يعلمها الله، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه تسبح، والزجاج يسبح، كل يسبح، ولكن يسبح بالكيفية التي كيفه الله عليه. لذلك اسمه المقيت، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى كيف يعبد الذي خلقه. لا تجعل قلبك قاسي. كيف؟ اجعل لسانك رطبا بذكر الله يلين القلب. أو ذكرنا اليتيم في هذه القصة، امسح رأس يتيم. علمت أن هذا الطفل يتيم، امسح رأسه. قد تكون تعلم أنه يتيم ولا هو ليس أمامك لتمسح رأسه، دعمه. الأخ العراقي اللي ماتت أسرته، ماتت الأم وعندها تقريبا من العيال 10 إن لم أكن مخطئا، كم؟ 9، ومعها 4 بنات.